الأخوة الأمناء العامين لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي، الأخوة والأخوات أصدقاء وأحباب الشهيدين، الأخوة والأخوات الحضور، أسعدتم جميعا المساء. منذ 40 عاما ونحن نحيي هذه الذكرى ليكون الشهيد محمد غلوم بوشيري والشهيد سعيد العويناتي وقبلهم وبعدهم الكثير من الشهداء الذين قدمهم شعبنا قرابين فداء في مسيرة نضاله الوطني الديمقراطي من أجل أن نعيش في وطن تسود فيه الحرية والعدالة والمساواة، وتكون فيه إرادة الشعب هي العليا في تحقيق أحلامه، وأن نعمل معا من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة قوامها دولة المواطنة المتساوية وعدم التمييز والديمقراطية الحقيقية. منذ 40 عاما تعودنا جميعا أن نحيي مثل هذه الذكرى ليكون الشهداء حاضرين معنا ويكون شهود على ما نبذله نحن رفاقهم وأصدقائهم من خطوات وأفعال نعبر عن ما أتمنون عليه في مواصلة الطريق النضالي الذي استشهدوا من أجله. فهل نحن على العهد سائرون؟ في هذه الذكرى يحق للشهداء أن يسائلون جميعا عن ماذا فعلنا وإلى أين نحن سائرون. لا شك بأن الشهيدين ونحن معهم كنا نحلم في بناء الوطن السعيد الذي لا يرجف فيه الأمل، وكنا نحلم في إرساء أسس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة أبناء الوطن والسير معا في تعزيز مكانة الوحدة الوطنية والتآخي والتعاون بين كل مكونات المجتمع من أجل بناء هذا الوطن. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، إن شهداءنا حين قدموا أرواحهم فداء لتحقيق هذه الأهداف لم يكونوا يعبؤون بما ينثر حولهم من بذور الفتن الطائفية والتحارب بين قوى المجتمع، بل كانوا يزرعون الوعي لكيف أن تكون كيف أن نكون كتلة وطنية عابرة للطوائف، وأن نكون تقدميون وطنيون مدركين لواقعنا الاجتماعي دون أن تغرنا أفكارنا إلى نكران أفكار الآخرين ونصبح بذلك من الأدميين. لقد علمنا الشهداء أن نكون مخلصين لأفكارنا، وأكثر من ذلك أن نكون مخلصين للوطن، وأن ندود بالنفس في الدفاع عن قضايا شعبنا ونقف مع مطالبه الوطنية المحقة، نابذين العنف ورافضين له بشتى أشكاله ومن أي جهة كانت، لا سيما رافضين له أن يكون وسيلة في وضع الحلول لمشاكل الوطن. إننا في الوقت الذي نحيي ذكرى أحبة لنا قضى نحبهم وهم يحملون شعلة التغيير والإصلاح للوطن، وكلنا نتذكر كيف كان الوضع السياسي بعد هدمة أغسطس وحل البرلمان عام 75، وكيف كان للشهيدين ورفاقهم في الحركة الوطنية الديمقراطية من دور فعال في وأد الفتنة وصون الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود من أجل توحد كلمة الشعب ضد قانون أمن الدولة والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية والدفاع عن المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم. وكثير من المطالب الشعبية التي توجس الحكم حينها من تنامي الوعي بمشروعيتها وتأثيرها في أحداث التغيير، حتى جاءت الكارثة بفعل جريمة اغتيال المرحوم عبد الله المدني، فكانت الفرصة الذهبية لأجهزة المخابرات بقيادة سيء الصيت هندرسون في إطلاق العنان للمخططات الأمنية لتمزيق الوحدة الوطنية ودق اسفين الخلاف بين القوى الاسلاميه والديمقراطيه. وقد وظفت ضعاف النفوس لتسويق هذا المخطط عندما اقدمت على شن حملاتها القمعيه ضد القوى الوطنيه وكوادرها ومناصريها الفاعلين على الساحه السياسيه، وكان على راسهم الشهيدين. واليوم
عندما نستذكر الشهيد محمد غلوم والشهيد سعيد العوناتي بمثل هذه الذكرى ونستحضر معهم المثل ودور القوى الوطنية الديمقراطية التي نشكل نحن اليوم امتدادا لها في رفع مطالب الشعب من أجل إطلاق الحريات والعدالة والمساواة وحق ممثل الشعب في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار. تلك المطالب التي ما زالت قائمة وتهم كل أفراد المجتمع دون أن تلقى أي اعتبار أو تقدير من الجانب الرسمي. ولعله من المعيب ما نلاحظه اليوم في تعمد نفس القوى التي ارتضت لنفسها أن تكون خادمة لتنفيذ مخطط ضرب القوى الديمقراطية في عام 76 والتي راح ضحيتها الشهيدين والعشرات من المعتقلين الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب أن ينبروا مرة أخرى في محاولة التذكير بنفس الأجواء التي سادت تلك الهجمة في تغذية النعرات الطائفية ودق إسفين الخلاف بين مكونات الشعب من قوى سياسية إسلامية وديمقراطية التي توافقت وتعاونت على الاستمرار في رفع راية مطالب الشعب وضحت بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها. داعين أهل العقل في هذه الجماعات بدلاً من تبني ما روجته لهم أجهزة المخابرات آنذاك في كيل الاتهامات جزافاً والتي لا تستند إلى واقع وحقيقة الجريمة في شيء من الوعي الوطني، ندعوهم اليوم بأن يضعوا أيديهم في أيدينا من أجل المطالبة بإعادة الاعتبار للشهيدين أولاً ولكل من برأهم القضاء من فعل الجريمة ثانياً ولكل من تعرض للاعتقال والتعذيب في تلك الحقبة، والمطالبة بالشروع في تطبيق عملية العدالة والإنصاف وجبر الضرر عن كل من تعرض للاضطهاد والقمع من أبناء الشعب في الحقب السياسية المختلفة. أما نحن في قوى التيار الديمقراطي الذين نحتفل اليوم بذكرى الشهيدين محمد غلوم وسعيد العوناتي، وكما ذكرنا في المرات السابقة لا يكفي أن نستحضر روح الشهيدين من دون أن نفرحهم بإنجاز ما قد حققناه من أمنياتهم. سأترك أمر سرد الذكريات الجميلة مع الشهيدين وسرد مناقبهم النضالية والبطولية لأحبتي من رفاق الشهيدين الذين حتما سيقومون بالواجب، إلا أني وبالنيابة عن رفاقي رؤساء وأعضاء جمعيات التيار الديمقراطي اسمحوا لي بأن أختم كلمتنا في هذه الذكرى بما أودعه الشهيدين من أمانة في عنقنا جميعا، بأننا نترفع عن كل خلافاتنا التاريخية التي أتعبتنا جميعا وأثبتت التجربة النضالية لكل فصيل منا بأننا في أشد الحاجة إلى توحدنا في تقوية التيار الديمقراطي ليلعب دوره التاريخي في بناء الوطن وإجراء التغيير المنشود لتحقيق دولة الإصلاح والتقدم من خلال الدولة المدنية الديمقراطية التي تتساوى فيها الحقوق والمواطنة وتتحقق فيها العدالة والمساواة والكرامة لكافة أبناء الشعب وتمكين الشعب من المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية. أمام الوفاء بهذه الأمانة فهل لنا أن نستحضر شهدائنا في مثل هذه المناسبات بالإضافة إلى كونهم أحياء عند ربهم يرزقون بأن نستحضرهم معنا كشهداء وشهود على ما نحن عازمون عليه في توحيد الصفوف من أجل خدمة الشعب والوطن، فليكن شهداؤنا شهودا علينا في تحقيق أحلامهم. وفي هذه المناسبة الجليلة يسرنا أن نؤكد على التالي: أولا أن القوى السياسية في مرحلة اغتيال عبدالله المدني رحمه الله قد أعلنت وبوضوح بأن نضالها السياسي هدفه تحقيق مطالب شعبية واضحة ولم تكن ضمن استراتيجياتها عمليات الاغتيال وخاصة للمختلفين فكريا وسياسيا معنا. ثانيا نطالب بفتح ملف اغتيال المدني ومحاسبة من اغتال في السجون الشهيدين محمد غلوم وسعيد العوناتي وكشف قبر الشهيد بوشيري الذي دفن بتهديد لوالده بأن لا يعرف أحداً مكان دفنه.
والبدء في عملية العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا التعذيب والاستشهاد أسوة كما حدث في المغرب وجنوب أفريقيا وإيرلندا كخطوة نحو المصالحة والاعتذار. والاعتذار عن جرائم مورست بحق كوكبة من شعبنا، من حقنا جميعا أن نريح أرواحهم المعذبة ويتم إنصافهم وتعويضهم معنويا أولا وماديا. ثالثا، كل شعوب العالم المناضلة التي قدمت مئات الشهداء من أجل الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة تحتفي بهؤلاء الشهداء ليبقوا خالدين في وعي وأذهان الأجيال الجديدة والشابة. ولذا نتطلع إلى تقدير شهداء الوطن عبر يوم وطني للشهداء وتسمية شوارعنا بأسمائهم وتدريس نماذج من الشهداء لجيلنا الصاعد في المناهج الدراسية. المجد والخلود للشهيدين محمد غلوم وسعيد العويناتي ولكافة شهداء الوطن الذين سقطوا في كافة مراحل النضال الوطني من أجل نيل الحرية والكرامة ومن أجل العيش في وطن سعيد لا يرجح فيه الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للاستاذ فؤاد سيادي الامين العام لجمعيه وعد. سامح بس في سياره لازم تتحرك 298010 مازدا. كنت انتظر وجبه التعذيب منذ صباح اليوم الاول، ولكن بدل ذلك يدخل شخصان او ثلاثه ملثمين ليسكبوا الماء البارد علي وعلى كل من في الغرفه، فتغرق الأرض بالمياه ويبتل الفرش وتنخفض درجة الحرارة جراء التأثير المزدوج للماء والمكيفات فترتجف الأطراف. أضطر للانكفاء في الزاوية البعيدة عن تيار الهواء المباشر بانتظار أن تجف الغرفة ومحتوياتها، ولكن يتكرر نفس المشهد مرات عديدة بسكب المياه ويتعذر معها النوم. جزء من إفادة الأمين العام السابق لجمعية وعد المناظر الأستاذ إبراهيم شريف حول التعذيب وسوء المعاملة أمام محكمة الاستئناف العليا. والآن مع قصيدة الشهيد للشاعر قاسم حداد يلقيها الأستاذ سلمان كمال الدين يصاحبه على العود الأستاذ حسين عبد الله. ليتفضل. Thank you.
الشهادة إيقاع الحالمين وسام الخالدين تاج بياض ثلج لرداء المناضلين عرس دم يوم ولوج الجنين ارتقاء العلا للأعالي والطالعين الشهيد من سلبت روحه غدراً والمرتقي بنفسه للارتحالات صبراً هو الألق هو الناهض من الفلق للعلياء ناهض بين العلق وللسماء بابه وقد طرق هنا وبين جدران هذا الفضاء المغلق نورسان يحلقان جسدان طواهما الثرى وما روحهما إلا وقد استعصيتا على النسيان يمنة ويسرى للأعالي هما الغياب الحاضر الحضور الأمين حين غياب المسافر محمد غلوم بوشيري وسعيد العويناتي شهيدان في شهر سعيد يا أيها التوأم واللذان بهذا الوطن ارتقيا وبكل محفل وصعيد سلام على روحكم وروح كل شهيد يا من وهبتم الدماء لأجل وطن حر وشعب سعيد قبل البدء بالقصيدة أكرر إهداء لكل جلاد يحق لي أن أهدي هذه القصيدة الشاهد إلى كل جلاد في هذا الكون امتدت يده لتطفئ قنديلا من قناديل الظلام أو شمعة من شموع الليالي الحالكات وعليه أن يتمعن بفصول مراحلها وينصت للأنين المنبعث من ركام مناياها ويتأمل في رقي وسمو ضحاياها ويتحمل إن استطاع شظاياها أيها الأحبة والأصدقاء معذبو الأرض يا من كنتم ولا زلتم إضاءات ينبعث شعاعها من سماء الله العالية والتي صارت قطوفها دانية وراياتها عالية لكم من الله سلام ومن محبيكم أمن ووئام ولنستمع للشهيد فقوله في هذه الأمسية هو الفصل قصيدة الشهيد للشاعر الأخ صديق قاسم حداد كتبت واختمرت بعد اختمارها لعام وثلاثة أشهر بعد استشهاد الشهيدين في 7 فبراير 1978 في سجن معسكر سافرة قال لي
وانثنى. عبرت جميع المذابح أمشي وراء الضحايا أنا. تغني البلابل فوق دمائي فتغفو وتصحو غنى، وتركض نحو السيوف كأن الحتوف تهيئ نعشا جديدا لنا. إنهم حولنا يرصدون الأماني ويبنون وهما هناك وقبرا عميقا هنا. يصوغون في الذبح عارا لهم ونكتب في الجرح تأريخنا. تعال ازرع الأغنيات بقلب الحياة لتطلع في الليل حلما وتزهو قبيل الضحى سوسنا. أدرني لناحية في السماء ودر خمرة حرة واسقنا. لهم كأسهم ونحن البلاد العروس الحزينة كأس لنا. بلادي قتلت كثيرا ولكنهم واهمون، فما أضعف الخوف ما أجبنا. وشردت دهرا وحاصرني الليل، لكن عينيك عبر الليالي سنا. بلادي أتعرف ماذا تقول البلاد التي في دمائي؟ تقول اسقنا. فهات وهات وهات، فلا يطفئ النار إلا الجحيم، فهات اسقنا. تعال فدرب الضحايا منى. أدرني وعدل ذراعي واسأل، فإن السؤالات قنديلنا. سأكتب في الكأس اسم البلاد التي في الفؤاد، إنها كأسنا. قتيل يقال ولكنني وردة في السؤال، كأن الجوابات حفل لنا. سأجلس في شفق المستحيل وأغزل للصبح شمسا، فيا أيها الصبح هل جئتنا؟ تعال لنشرب حتى إذا ما سكرنا تصير السما كوننا. نسوق الكواكب أسرى لنا، فتبدو الطفولة سقفا ونلمح غيم الفضا تحتنا. وندخل في الحلم آهن، فما أعمق النهر ما أبعد الأرض، لكننا كالجسور فخلوا المرايا تدور. اسكروا واحبروا فإني هنا. دمي للقناديل زيت يضيء لكي ينتهي ليلنا. تعبت فعدل وسادي، سأغفو قليلا، فهذا سرير بلادي، وفي مثل هذا السرير نعانق أحلامنا. ألا فاسحب الآن فوقي ردائي ودعني، تيممت بالدم، إني أصلي على قاتلي قبل أن يدفنا. عبرت جميع المذابح مختلجا، ويقال بأني وقود القتال، وأعرف
لست ختام الضحايا أنا، قال لي وانحنى. شكرا. شكرا شكرا للأستاذ سلمان كمال الدين وللأستاذ حسين عبد الله. بين كل وجبة تعذيب وأخرى، حين أفيق قليلا، تتراءى لي صورة أمي وأبي وأخوتي، حبيبتي، الرفاق، الأصدقاء، الأماكن التي عشت فيها، الطرقات، مقر الرابطة، وكل هذه الصور تزيد من صلابتي وتدعوني لهزيمة الموت المجاني. من أغنية المعتقل للمناضل أحمد مكي. والآن مع شهادة لتلك المرحلة يقدمها الأستاذ شوقي العلوي، فليتفضل مشكور. مساء الخير جميعا. الحقيقة يعني أنا في السنوات السابقة أدليت طبعا بشهادتي، فالواحد اليوم لو بيدلي بشهادة بيكرر ما قاله سابقا، لكن عندما دعوني الإخوان طبعا المناسبة هذه مناسبة لها خصوصية بالنسبة لي شخصيا. فرفيق محمد زميل فصل دراسي واحد في الثانوية العامة، ورفيق سكن واحد لما كنا في سوريا، والأهم من ذلك كله أنه كان رفيق غرفة التعذيب الواحدة التي شملتني وإياه، ورفيق اللحظات الأخيرة من حياته. لذلك لبيت هذا الطلب. كل ما لدي هو عبارة عن مقال كتبته بهذه المناسبة قبل 10 سنوات، وجدت من المناسب أن أقرأه كما هو. لذلك ستجدون فيه عبارات كانت تتناسب وتلك الفترة. فقلت: جميل أن يخلد الوطن شهداءه ويحتفي بذكرى استشهادهم، أن يتذكرهم باستمرار ويعتز بنضالاتهم وتضحياتهم التي وصلت إلى أن يقدموا أرواحهم فداء لوطنهم. إن الاعتزاز بهم يجب أن لا يكون مقتصرا على مهرجان خطابي في مناسبة استشهاد كل شهيد يخص هذه الجبهة أو ذلك التنظيم حسب التصنيفات المتبعة، حيث أن الشهيد هو ملك للوطن بأجمعه. الشهيد بوتيري لا يخص الجبهة الشعبية بمفردها، وبالتالي فهو لا يخص تنظيم وعد بمفرده، وكذلك الشهيدان هاشم العلوي والعويناتي فهما لا يخصان جبهة التحرير لوحدها، وبالتالي فهما لا يخصان المنبر الديمقراطي لوحده. وبالمثل فشهداء التسعينات الكثيرون لا يخصون جمعية الوفاق الإسلامية لوحدها. فجميع الشهداء مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، سواء منهم من سقط برصاص الشرطة في الشارع أو من سقط شهيدا في أقبية التعذيب تحت أيدي من تجردوا عن إنسانيتهم وفقدوا الإحساس الآدمي، جميعهم هم شهداء للوطن، وهم ملك للوطن وليسوا ملكية خاصة لهذا التنظيم أو ذاك. بدأت وعد بالاحتفال منفردة بإحياء ذكرى استشهاد محمد بوتيري، واحتفل المنبر التقدمي
في احتفالين منفصلين باستشهاد المناضلين العويناتي وهاشم العلوي، ومن ثم جاءت احتفالية جميلة مشتركة بين وعد والمنبر التقدمي احتفاء باستشهاد المناضلين العويناتي وبوشيري، ومن ثم عادت الجمعيتان للاحتفال بهذه المناسبات منفردتين حسب المقاييس النفسية للقائمين على إدارة الجمعيتين. مساء الخامس من ديسمبر وفي ليلة جميلة عادت الجمعيتان للاحتفال المشترك، وهو أمر جميل. كلمات الأخ سلمان كمال الدين كانت معبرة عن حلم رجل وطني مخلص، وهو يخاطب المنبريين والوعديين داعيا إياهم باسم دماء الشهداء وباسم رفاق النضال الذين غادرونا، أحمد الذوادي وجاسم فخر، وباسم مناضلنا الكبير في ذلك الوقت الذي يرقد في فراش المرض الذي كنا نتمنى وجوده بيننا، أبو أمل عبد الرحمن النعيمي، أن يتوحدوا. من جمال ذلك الحفل أن نرى قاعة فلسطين في وعد وقد تزينت بصور الشهيدين بوشيري والعويناتي وصور الكثير من الشهداء الأبطال. نتمنى أن تزدان قاعات جميع الجمعيات السياسية بجميع شهداء الوطن من دون أن تقتصر على من تعتبرهم تلك الجمعيات شهدائها فقط. أما شهداء التسعينات فقد جرت العادة لدى جمعية الوفاق الإسلامية أن تحتفي بهم منفردة على نغمة أنهم شهداء الحركة الإسلامية. نتمنى أن تتجاوز الوفاق ذلك ليكون الاحتفاء بشهدائنا حقا وواجبا علينا جميعا. ألا يجب علينا أن نتذكر شهداء الوطن جميعهم من دون استثناء؟ أين هم شهداء انتفاضة مارس المجيدة في العام 1965 من ذاكرتنا؟ بل أين هم شهداء القلعة في العام 1954 من ذاكرتنا؟ كلهم ضحوا واستشهدوا. إنه لأمر مؤسف أن نجد أن البعض لا يزال مصر على تشويه الحركة الوطنية ونضالات شعب البحرين وتضحياته، ونحن نتعشم كتابة تاريخنا الوطني بما يؤكد الاعتبار لتضحيات هذا الشعب وإجراء مصالحة وطنية حقيقية تريح النفوس والقلوب. لذا فنحن نتمنى أن نحتفل بشهداء الوطن جميعا وفي يوم واحد يتم اختياره بعناية واتفاق وطني، بحيث يتم اختيار هذا اليوم برمزية معينة متفق عليها. هذا اليوم يكون عيدا للشهيد يتحول إلى مناسبة وطنية جامعة. نعمل على أن يكون هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية تكريما لمن ضحوا من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة ومن أجل وطن لا يكون فيه للخوف مكان. إن اختيار يوم موحد للشهيد نحتفل فيه بجميع شهدائنا هو إقرار وتأكيد لمعاني الشهادة التي هي أعلى درجات التضحية والعطاء، هو إقرار بالمكانة العظيمة التي يحتلها الشهيد وترسيخ لقيمة الشهادة ومعناها. إن دعوة جمعية المنبر ووعد لتخصيص يوم موحد للشهيد هي دعوة في الطريق الصحيح، دعوة يجب تفعيلها والسعي كي تكون واقعا ملموسا. وفي هذا الصدد يمكننا أن نختار يوم سقوط أول شهيد في انتفاضة مارس المجيدة من عام 65 يوما للاحتفال فيه بجميع شهداء الوطن وتخليدهم، وبما يعزز مكانة تلك الانتفاضة في تاريخ شعبنا، فهي الانتفاضة التي شملت أرض البحرين كافة ولم يختص بها تنظيم
سياسي معين من دون آخر، فالجميع قد انخرط فيها، وكذلك انخرطت فيها جموع شعبنا بكل فئاته وأطيافه. شهداء انتفاضة مارس ننسبهم للوطن جميعهم، ولا يستطيع تنظيم سياسي ما أن يقول لنا هذا شهيدي. سيبقى الشهداء خالدين في نفوس شعبهم، وأنه لأمر أكيد أنه سيأتي اليوم الذي سنحتفل فيه جميعا وفي يوم موحد لجميع شهدائنا. الحقيقة أن في هالمناسبة بعد أتمنى أن نعود جميعا لوعي المرحلة التي استشهد فيها الرفيقان سعيد ومحمد، فنحن الآن في الكثير من المواقف يغلب علينا وعي الطائفة. شكرا. شكرا للأستاذ شوقي العلوي. وسأقع عليكم الآن شهادة أخرى للأستاذ صالح السعيد، صديق الشهيد سعيد العويناتي. سأجلس في شفق المستحيل وأغزل للصبح، فيا أيها الصبح هل جئتنا. مقطع من قصيدة للشاعر قاسم حداد. تمر 4 عقود على تغييب الشاب الأسمر ذو الشعر الفاحم، والذي كثيرا ما تدلت خصلات شعره على جبهته ليزيحها بسبابته أثناء حديثه معك. إنه سعيد جعفر عبد الله العويناتي، والذي ينحدر من أسرة ميسورة ومعروفة. أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في مدرسة الخميس حتى العام 1967. بعدها انتقل إلى الحورة الثانوية ليكمل المرحلة الثانوية متخرجا من قسمها الأدبي. بعدها طار إلى العراق بادئا مشواره الجامعي في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الصحافة، حيث نال الشهادة الجامعية من قسم الصحافة وبتفوق. وكان أثناء الإجازات الصيفية يعمل بائعا للتذاكر في عين قصاري المحاضي لمنطقته البلاد القديم. كان عصاميا شديد الاعتماد على نفسه، وكان ميالا للقراءة. أتذكر كان يشجعنا على الاحتفاظ بقصصات من مجلات آخر ساعة المصور، فكنا نقرأ عن مصر وعن جمال عبد الناصر وعن المجتمع المصري ريفه ومدنه. وكان ذلك في فترة الستينات بين الأعوام 1966-1968. وفي المرحلة الثانوية حيث اتسعت مداركنا، فكنا نوفر بعض المال لشراء الدوريات كالبلاء والطليعة الكويتية والهدف اللبنانية. وكان نهما في القراءة شديد الولع بالأدب، ولقد شارك في العديد من الصحف المحلية في صفحاتها الأدبية مثل صدى الأسبوع والمواقف. بعد تخرجه وبعد أن أضناه تعب البحث عن وظيفة، استقر به المقام في غرفة تجارة وصناعة البحرين مع الرفيق خليل يوسف محررا فيها، ولكنه لم يكمل عامه الوظيفي حيث اعتقل وتمت تصفيته سريعا. شيع الشهيد في جنازة مهيبة ظهر يوم الاثنين 13 ديسمبر 1967، وكان حضورا مميزا بالرغم 76 وكان حضورا مميزا بالرغم من عدم وجود وسائط التواصل كيومنا هذا. وقد ولي جثمانه في مقبرة أبي عنبر التاريخية، إذ لف المنطقة وجوم وحزن عميق، إذ اقفرت الشوارع المنطقة تماما من السيارات إلا سيارات زوار الفجر. هكذا رحل الشاب الشاعر، شاعر الشعب، وهو في بدء عطائه مخلفا ديوانه اليتيم إليك أيها الوطن، إليك أيتها الحبيبة. كان سلاحه الكلمة، الكلمة التي ما تبقى رصاصة ملعونة وخائن، ما تبقي رصاصة ملعونة وخائنة. لقد كان مدججا بحب الوطن مثقلا بهمومه، كان يرسم ملامح عبر سطور آهاته
ليحيا شعبه وافر الكرامة شامخا كبقية شعوب العالم. هذا هو الشاب الشهيد سعيد لوركا، جبهة التحرير الوطني البحرانية والبحرين، والذي جعل من دمه مفتاح المستقبل، مفتاح المستقبل لهذه الجزيرة الوادعة بأهلها الطيبين، والذي تتقاذفهم أمواج العذابات والغبن. بالرغم من مر 40 سنة على تغيبه، إلا أنه ما زال حاضرا وبقوة في ذاكرة وطني من أبناء هذه الجزيرة الجميلة الوادعة المشمسة. من دماء الشهيدين وجسديهما الملتحمين والجالسين في شفق الخلود، والذين يراقبوننا بحنجرتهما القويتين، يقولون لنا: أيها المنبريون والوعديون، إنكم حجر الزاوية لانطلاقة الوطن الجديد، كونا جسدا واحدا، فأنتم البوصلة التي تحدد مسار هذه الجزيرة، كونوا أكبر من الخلافات والحساسيات والمجاملات، احشدوا فقراءكم ومثقفيكم وبقوة، أشيعوا التسامح والوطنية، تلاحمكم يبني بحريننا الجميلة. المجد والخلود للشهيدين الخالدين سعيد ومحمد. صالح السعيد، 4 ديسمبر 2016. في هذا الشأن يتذكر إبراهيم سند لحظات وصول إلى سجن جزيرة جدة، حيث نقلت من غرفة التعذيب إلى الزنزانة وأنا في حالة يرثى لها، ومن شدة الآلام في جسدي طويت نفسي في السجادة، وقام الجلادون بوضع المغذي السيلان، وحيث كانت رجلاي متشققتان من الضرب ومنتفختان، فلم أكن قادرا على القيام أو المشي، لذا اضطرت الشرطة بوضعي في عربة نقل الأغذية لنقل من فرضة جدة إلى سجن بيت الدولة، من كتاب من المحرق إلى سجن بيت الدولة للمناظر عبد الله المطيوي. والآن مع مقطوعة عزف للشهادة يؤديها الفنان أحمد الغانم، فليتفضل مشكورا. مساء الخير. كما يستحق أمواتنا أن ننثر الورود على قبورهم، فشهدائنا يستحقون أكثر بأن نستحضر أجمل النغمات لتبقى خالدة في ذكراهم. قمت باختيار مجموعة من المقطوعات، هي 4، يمكن تقل إذا لم تشاءوا، ولكن هذه اختيارات هي تمثل وروداً يستحقها هؤلاء الشهداء. العمل الأول هو بكائية للراحل الفنان المناضل مجيد مرهون، قام بكتابتها وإهدائها إلى روح أمه. Thank you.
المقطوعة الثانية هي من تأليف المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. هاي المقطوعة هي من ضمن عمل باليه اسمها كاسات البندق، الكثير منا سمعها. اخترت منها هذا المقطوعة اللي هي تسمى القهوة، يبدو أنها هي المناسبة هاي تستدعينا الناس يشربوا القهوة فنتذوق هذه القهوة. طبعا المعروف في هذا المتتالية أو هذا البالين أنه هو فيها رقصات من كذا بلد كأنه يزورها، فهذه هي الرقصة العربية القهوة. سأعرف للعمل الأخير أيضا الراحل مجيد مرهون خيالات دلمونية، قام بتأليف هذا العمل في إهداء شخصي لي، فهذا شيء أعتز به وأحب أقدم لكم. Thank you.
الإنسان. تدعوكم الجمعية البحرينية حقوق الإنسان للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في فندق الجولدن توليب يوم السبت الموافق 11 ديسمبر الساعة 7 مساء، والدعوة عامة. وفي الختام تتوجه جمعيات التيار الديمقراطي بالشكر الجزيل لكم على حضوركم ومشاركتكم لنا أحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد المناظر محمد بوشيري والمناظر سعيد العويناتي. وتؤكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان لا تؤثر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككل. فمن واجب الدولة أن تضمن بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات عدم تكرار هذه الانتهاكات. وبذلك فإن واجبا خاصا يدعوها الإصلاح المؤسسات التي كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها. في الذكرى 40 لاستشهاد محمد غلوم وسعيد العويناتي، نوجه الدعوة للشروع في مصالحة وطنية شاملة واتخاذ مجموعة من التدابير القضائية والغير القضائية من أجل معالجة ما ورثته الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ خمسينات القرن الماضي، من خلال تفعيل الملاحقات القضائية ولجان الحقيقة وبرامج جبر الضرر، والشروع في أشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية. شكراً لكم على حضوركم، والمجد والخلود لشهداء البحرين.